يا الله، كم مرة بدي اعتذر منك لترضى؟ كرمالي احكي معي ولا تسكت. خلص، ما لا نهاية الدنيا، بنرجع بنطلع لحالنا غير مرة. جود، أنا بحب إنه نكون لحالنا، بس أحياناً بتصير شغلات بتجبرني إني أعتذر منك. اسمعني شو بدي أقولك، تعتبر عروة مثل أخوك ما؟ هو عم بيقول في عنده مشكلة، لما يجي رح نسمعه أنا وياك ويمكن نلاقي له حل وخلاص. جود، ما رح تحكي ولا كلمة؟ تمام، أنا كمان بقدر إني أنزل وغرق حالي. يعني أنت مو ناوي إنك تحكي معي؟